بص، كل حاجه بالنسبه لك مريحه ان انت تعمل سبسكرايب ولايك. اقول بص يا معلم، اعمل لايك بس، لو عايز تعمل ديسلايك براحتك يا عم، اعمل اللي انت عايزه. لو انت كنت مستني الملخص بتاع ماتش الزمالك والاسماعيلي، بجد ده انت بياعها بقى. انت بتتفرج على ماتش 90 دقيقه للزمالك والاسماعيلي جوه الملعب، وبتدور على الملخص كمان بره الملعب. انت شكلك زملكاوي اصيل صح؟ احلى حاجه بالنسبه لك حصلت النهارده ان الزمالك لعب بال 4 2 3 1، كان فيها شيكابالا مكان اوباما عشان تريح اوباما، وعلشان خاطر شيكابالا كان وحشك. ما تنكرش شيكابالا بصراحة بيفرق، بصراحة رؤية شيكابالا جوه الملعب وحشتنا بصراحة. شيكابالا وهو برجل واحدة برضو أفضل من لعيبة كتيرة في الدوري المصري. شيكابالا بيقدر إن هو يصنع فرص، بيقدر إن هو يخلق متعة خاصة ليك كمشاهد، إن هو بيعدي واحد على واحد في أماكن ضيقة. وشيكابالا لعيب ممتع جدا، شيكابالا لعيب بترتاح لما بتتفرج عليه سواء زملكاوي أو مش زملكاوي. أهم حاجة تكون بتحبه عالم كرة القدم علشان خاطر تتمتع باللي بيقدمه محمود عبد العزيز لشيكابالا. حتى لو النهارده كان نص ساعه بس هو اللي كان قادر يأديها جوه الملعب، فدي حاجه تحترم جدا بالنسبه لشيكابالا. اما كاسونجو ناحيه الشمال، منتظر مني ان انا اقول لك ان هي فكره ممتازه عشان خاطر جاب جون والشبكه فاضيه؟ والله العظيم ابدا 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 ابدا. محمد اوناجم ناحيه اليمين كانت فكره حلوه قوي، امام عاشور وطارق حامد لعبوها قبل كده مع بعض، وبرده امام بيعرف يجيد حته مركز 8 دي، كانت فكره كويسه. كمان ان انت تحاول ان انت تريح محمود علاء شويه، او محمود علاء لسه ما بقاش جاهز 100%، والماتش ما كانش محتاج ان انت تلعب بعلاء. فقررت انك تلعب محمد عبد الغني وتلعب جنبه بمحمود حمد الونش. الناس كلها كانت خايفه على الونش للامانه، اللي كان في تدخلات غبيه جدا من لعيبه الاسماعيلي، وتدخلات كتيره جدا كانت بتخوف الناس تحط ايديها على قلبها، لان محمود حمد الونش احسن مدرب في الزمالك حاليا واحسن مدرب في مصر حاليا. بص هنتكلم كده في التشكيله، بس ممكن تستنى معايا ثانيه. الزمالك بيلعب بال 4 2 3 1، 4 2 3 1 زي ما قلنا الافراد بتاعتها. شيكابالا للامانه كان بيلعبها لك 4 2 4، ما هو شيكابالا مش هيرجع يدافع طول الوقت. شيكابالا احيانا كان بيرجع يدافع ناحيه الشمال ناحيه كاسونجو، لان هو بيحب جدا من زمان ان هو يرجع يدافع على الاطراف، ما بيحبش ان هو يرجع يدافع مع الاثنين في وسط الملعب، لان هو مش اللعيب اللي بتلاقي ان هم ثلاثه في نص الملعب في الحاله الدفاعيه، فهتلاقي ان شيكابالا بيرجع يضم وسطهم. لا، شيكابالا بيحب يرجع لو هدافع هدافع على الاطراف، بحيث ان انا اخد الكوره واروح على الاطراف. شيكابالا ما بيحبش قوي موضوع ادور على ان انا اخش في العمق كتير، ما بيحبش موضوع الزحمه ده من زمان، فمش هيحبه دلوقتي وهو قرب على الاعتزال. فطبيعي ان تلاقي شيكابالا بيعمل مشكله جدا والكره مش معاك، بس اهم حاجه بالنسبه لك تلحق تخلص الماتش بدري بدري عشان خاطر تريح براحتك. الزمالك بعد احراز الهدف الاول بتمريره ممتازه جدا جدا من طارق حامد، وحته حلوه قوي بيبصيها طارق حامد لمصطفى محمد بيقدر يجيب الهدف الاول. بتبص بعد كده تلاقي الفار، فار ايه الاوفسايد؟ اوفسايد ايه؟ طيب طب ما نرجع نشوف اللعبه. رجعنا شفنا اللعبه، تم احتساب الهدف والماتش بدا تريح، وبدا ان احنا يا جماعه في حاجه نظيفه جايه، في حاجه. الزمالك جاب جون في اول 5 دقايق، خلاص الموضوع بالنسبه لك خلاص بدا يبقى مريح، والموضوع خلاص يا جماعه نهدى شويه. الزمالك هيجيب الهدف الثاني دلوقتي علشان خاطر الاسماعيلي، واضح ان اللعيبه مريحه شويه. موضوع الاسماعيلي ده بصراحه ربنا يصبر كل اسماعيلاوي على بيشوفه في نادي الاسماعيلي حاليا، لان اللعيبه المتاحه بالنسبه لنادي الاسماعيلي لعيبه سيئه للامانه، بتاعت ربنا لعيبه سيئه. المشكله كلها ما كانتش في المدير الفني، المشكله في اللعيبه والمشكله في الاداره. قالكم في عمق بصراحه، يعني الاداره عايزه تشتري لعيبه، ولا اللعيبه المتاحه حاليا تقدر تاخدك لحته بعيده. اللعيبه المتاحه حاليا اخرها تنافس معاك على ان هي تقعد في الدوري، ودي حاجه صعبه جدا بالنسبه لك كاسماعيلاوي. بس هي المشكله كلها في الاداره اللي بتحاول ان هي توفر النفقات عن طريق ان هي تبيع اللعيبه، مع ان الناس كانت مستنيه العثمانيين يرجعوا النادي علشان خاطر هيصرفوا على النادي، فجاه بقوا ما بيصرفوش، طب يبيعوا اللعيبه زيهم زي يحيى الكومي. فايه اللي فرق ما بينكم وبين الادارات اللي كانت قبلكم؟ ما فيش اي حاجه فرقت غير ان هم دول كانوا ناس كانوا معاجيب كويس، جاب بطوله للاسماعيلي، فلا نرجعهم. بس لما رجعناهم اكتشفنا ان هم ماشيين بنفس السياسات القديمه، فالله في عمكم بصراحه. يعني لما الاقي ان في المهاجم بتاعكم اللي هو شيلونجو، اللي هو مفترض يعني ان فرج عامر حن على الاسماعيلي واعطاهم شيلونجو، مهاجم مش قوي يعني، حتى لما محمد عبد الغني بيغلط وبيقدر محمد ابو جبل يطلع ان هو يشيل من قدامه، لا كان باين ان الراجل مش هو المهاجم الافريقي السريع. يعني عارفين على الافارقه ان هم لعيبه سريع، لا الراجل ما كانش سريع، الراجل عنده مشاكل كتير. طب هندور يا جماعه، ربنا يكرمنا بقى على الاطراف. لا ما عندكش اطراف قويه غير عبد الرحمن مجدي بس، يعني ما عندكش اطراف قوي غير عبد الرحمن مجدي بقى، مش هنشتغل بعض. لو محمد الشامي لعيب احيانا بيحب ان هو يكون مهاجم تاني، انما لما تحطه طرف ما بياكلش عيش قوي في موضوع الطرف ده. نص الملعب عندك مشاكل في غياب عمر الوحش، لان الفرقه معروف دلوقتي عايز تطورات هجوميه وتحولات هجوميه، هتلاقي ان عمر الوحش هو اللي بيلعب لعبد الرحمن مجدي. غير كده الباقي بقى قاعد بيتفرج عليهم.
عماد حمدي قصر النهارده، بس برضو وجود دونجا ما كانش سيء قوي. بس المشكله كلها زي ما قلت لك، الزمالك جاب جونين في اول نص ساعه، خلاص بقى نرمي التكتيك ونرمي الشغل الفني، واللعيبه بتاعت الزمالك سابت الكوره علشان طبيعي لعيبه الزمالك مرهقه ومجهده. هتقولي في تغييرات، اقول لك تمام، هم اغلب اللعيبه اللي موجوده جوه الملعب كانوا مشاركين في مباراه الرجاء في دور الذهاب، فطبيعي ان اللعيبه يكونوا مرهقه. وسيب يا عم الكوره زي ما انت عايز. هتقولي الاسماعيلي ضيع كور خطيره، لا الاسماعيلي ما كانش بيضيع كور خطيره قوي، الاسماعيلي عنده مشكله فنو وصل لمرمى محمد ابو جبل. ابو جبل متالق جدا، ابو جبل تقدر تقول عليه النهارده ان هو مان اوف ذا ماتش، نجم المباراه الاول. محمد ابو جبل بصراحه بيأدي اداء ممتاز واداء عالمي ليه، يعني بصراحه يعني رد الفعل ليه اللي كانت في الكوره اللي خبطت في محمد عبد الغني كانت حلوه قوي 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 قوي، وتستاهل ان الراجل ده ياخد نجم المباراه من اللقطه دي لوحدها اساسا. هتقول لي ما الهدف اللي دخل فيه والراجل دخل في عبد السلام، طبيعي بتحصل مع كل حراس في العالم، ما فيهاش اي مشكله خالص. واهم حاجه ان الزمالك لما دخل الشوط الثاني كسبان 2-0، ريح شويه للعيبه اللي كان مفترض انها تريح، عبد الله جمعه ربنا يقوم بالسلام والشد الخفيف اللي جاله، وتلاقي ان الونش يا جماعه لازم يتغير. الونش كان الناس خايفه عليه الشوط الاول، غيرنا الونش وبعد كده غيرت كاسنجو اللي ربنا ندعه بالسلامه وجاب جون والجون فاضي. هتقول لي برده قول عليه ان هو كويس لما بيلعب ناحيه الشمال، والله العظيم ابدا. كانت فكره كويسه انك تبدا الجيم الثاني وانت مريح اللعيبه بتاعتك. امام عاشور شويه لما شفت ان هو لا احنا محتاجين بقى نريح امام، ومحتاجين ان احنا نغير شويه، ومحتاجين ان احنا ننزل احمد سيد زيزو، ومحتاجين ان احنا ننزل بن شرقي عشان خاطر الاسماعيلي ماسك كوره كتير في نص الملعب، بس برضو استحواذ سلبي. وبرضو الاسماعيلي لما راح انفراد بعبد الرحمن مجدي، الراجل نهاية فين السيء قوي، سيب لهم يا عم الكوره مش هيعملوا بيها اي حاجه، لحد بيقدر الزمالك ان هو يجيب الهدف الثالث عن طريق اشرف بن شرقي، وبيخلص المباراه بنسبه 100% اكتر ما هي خلصانه اساسا. وبعد كده بتلاقي الهدف اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بيغلط ابو جبل والراجل بيجيبها، يعني حتى الراجل زميله كان واقف له قدامه يا عم شوط، يعني ابو جبل واقع وبيشطف ابو جبل برده والراجل بيامنها له اللي هو ايه هتجيبوا جون انت يخرب بيوتكم على بيت اللعبكم في الاسماعيلي. بس عادي يعني، هو دي الكوره في مصر. الحمد لله ان الموسم ده عدى على خير. النسخه 61 دي اعتقد ان مش ناس كتير قوي هتقعد تقول لك والله كانت نسخه كويسه وكان دوري كويس للانديه، لا نسخه سيئه للاسماعيلي ونسخه سيئه للزمالك. واحتمال كمان اقول لك على جديده ان الانديه اللي هبطت ترفع مذكره في اتحاد الكوره تقول له معلش انت لغيت الهبوط في الدرجه الثانيه والثالثه، اشمعنى احنا هتهبطنا؟ بس المشكله كلها مفيش نادي كبير ممكن ان هو يعمل الحكايه دي. لا حرس الحدود هيعملها، ولا طنطا هتعملها، ولا في سي مصر هتعملها، فلجنه الخماسيه الله يكون في عونها على كل العك والحاجات كتير قوي اللي شغاله في الدوري المصري. هتقول خلصت فيديو الزمالك والاسماعيلي في 5 دقايق، اقول لك يا زمالك والاسماعيلي دول كان زمان، انما دلوقتي الله يكون في عوننا، احنا بنتفرج على اوسخ دوري موجود في مصر حاليا. نسخه سيئه جدا، لعيبه انهكوا تماما، وحاجات كتير قوي غلط موجوده في الرياضه المصريه، وكله بينصب في مصلحه اللاعب المصري في ال 90 دقيقه اللي جوه الملعب، وانت كمان مش تخلص حاجه بقى مش تخسر حاجه. اسف لو ثبت في مصلحتنا وعملت لايك او سبسكرايب. وسرعه على الفيديو بتاع